المشهد ده. يعني انت جايب القصه بدايه من عند المسؤول طبعا استاذ بليغ. بص يا كابتن سيف، هي الازمه ما تقدرش يعني تختزلها في جزئيه معينه، لانه الجمهور يعني في اكتر يعني في جزئيه حلوه نتكلم فيها. انا عجباني ان انت في بعض الاحيان بتيجي مثلا لما بيكون في ازمه موجوده معاك بتقول عليهم ده جمهورنا العظيم. لما بيحصل اي ازمه يعني خلينا نتكلم بصراحه، فكره الناس يجي واحد زي كده بص يقول لك لا ده جمهور الاهلي، عمره ما كان جمهور الاهلي، عمره ده ما كان جمهور الزمالك، النوعيه دي مش موجوده في الاهلي والزمالك. لا خلينا نتكلم بصراحه، الناس دي هو جزء، مش هنقول برضه جزء من جمهور نادي الزمالك، جزء من، لكن هو الجزء الأسوأ في المنظومه اللي هو بيتم استغلاله من قبل مسؤولين. مرتضى منصور بيتعامل معاهم صح؟ لا انا اقول لك، ما جاي في جزئيه. نادي الزمالك في يوم من الايام، ايام الوزير العامري فاروق، حصل اعتداء عليه، فكان ده البعض قال ان هم مثلا اللي بيدافعوا عن نادي الزمالك، نفس المجموعه دي راحت اقتحمت نادي الزمالك. فدلوقتي في ناس خارجه عن القانون، اللي هي البعض اللي هو زي بقول لك بصراحه هم المستفيدين، هم اللي قال لك عليهم ايهاب اللي بيقعدوا مع اللعيب ده، بيقعد مع اللعيب ده، هم اللي بيهللوا للمسؤول ده او المسؤول ده، مين اللي بيديهم ومين اللي بيستفيدوا منه. فده الجزء الأسوأ في المنظومه، ما تقدرش تقول عليه هو الجمهور الحقيقي، لكن هو الجزء اللي ده يتم استغلاله وهو الجزء الأسوأ في المنظومه. طيب هنعمل ايه مع هنسيب الجزء ده هو اللي سيطر؟ لا، اول حاجه اي مسؤول في يوم من الايام استغل الجزء ده وانكوب ناره، سواء مجلس اداره النادي الاهلي، هرجع لك للكابتن مجلس حسن حمدي في يوم من الايام لما الكابتن طاهر ابو زيد خد اصدر حكم قضائي، هم اللي وقفوا وقال لك لا ما ينفذش، وهم بعد كده اللي اقتحموا النادي الاهلي. حصل مع الكابتن المهندس محمود طاهر في يوم من الايام، خلينا نتكلم بصراحه برضه، في يوم من الايام قال لك لا، لما رئيس نادي الزمالك طلع بيان ان هو جمهور الالتراس والجماعات الجماعيه العربيه، فقال لك لا احنا جمهورنا مثلا جمهور محترم، جمهور ما فيش مشاغبين فيه. للاسف الشديد هي المجموعه دي اللي هو دافع عنها هي اللي انقلبت عليه، هي اللي دخلت اقتحمت نادي الاهلي. المجموعه اللي اقتحمت نادي الاهلي او المجموعه المنتفعه، مش هقول عليها الجمهور، الأسوأ جزء في المنظومه اللي راحت النادي الاهلي دي، لابد كابتن من محاسبتها قانونيا وفقا للقانون. والناس دي اقتحمت ملعب، الناس دي خربت منشآت، هم قبضوا على 23 واحد فعلا. ما انا بقول لك خلاص بقى امبارح، ما ينفعش يا كابتن بعد كده بعد يومين ثلاثه يطلعوا خلاص بقى من النيابه وخلاص مفيش مشكله وتصالح ودول جمهور ومش عارف ايه. لا خلاص، الناس اللي فيه دي يبقى خلاص انت مرتضى منصور يتعامل مع الملف ده بشكل بعيد في جزئيتين برضه عشان ما يبقاش في مصر. الاستاذ مرتضى منصور عداؤه مع المجموعه بالكامل، انا اي واحد متجاوز من جمهور نادي الزمالك انا ضده، اي واحد هتف مثلا في الماتش. طب ما هو صح، ضد، ما انا بقول لك اهو، لكن في جمهور عاوز يحضر المباراه. طب ما هو بيخليهم يحضروا في جزء، ما انا بقول لك اهو، لا اللي بيحضر هو اعضاء نادي الزمالك. في يا كابتن اصل انت لازم تاخد حاجه انا قلتها قبل كده، مجموعه الالتراس دول او الوايت نايتس في الزمالك هم مجموعه من الشباب، يعني ما تقدرش ان تقول لك شباب متعصب باستثناء اللي انا قلت لك القله المنتفعه، مجموعه تحتاج الى من يجلس معها ويحاورها. وقلت انا ما ينفعش الطريقه التقليديه يجي وزير الرياضه طب تعالوا مين هقعد معاكم او رئيس نادي، لا هم محتاجين حد يكون قريب منهم، يعني زي ابو تريكه مثلا في الاهلي، زي كان مثلا عمر جابر او الكابتن حازم امام في الزمالك، مع المجموعه العاقله المحترمه منهم يجلس معاهم، طلباتكم ايه؟ خلاص احنا مثلا عاوزين نحضر مباراه كذا كذا. اعتقد هو نفسه الاستاذ مرتضى منصور لو تم التوصل الاتفاق مع المجموعه ايه طلباتك ان انت ناس تحضر، ناس تحضر باحترام. هل الطلب ده مثلا تقيل عليهم؟ اللي هيجي يحضر باحترام خلاص مفيش اي مشكله، اللي هيجي يتجاوز ويسب ويلعن ده خلاص ده بيضر المنظومه كلها. هل دلوقتي انت اي واحد فينا يقدر يطالب الامن يقول له والله احنا محتاج عاوزين جمهور طبعا. عاوزين جمهور يحضر، يعني انت شايف انا طالب؟ طب على اي اساس إيه؟ على اساس إيه؟ الامن مش شغلته يعني الموضوع جاي لك يا نجم، جاي لك. استنى بس، على اي اساس برضه يا انت دلوقتي اللي حصل في النادي الاهلي تمام. هل مش كان معرض انه لعيب من لعيبه النادي الاهلي طبعا ممكن يموت؟ هل ممكن الناس اللي دخلت دي واقتحمت عاوزه تضرب لعيب وتضرب مين؟ انت شايف الحوار في لا مع مش مع المجموعه المنتفعه دي، المجموعه المنتفعه دي اللي بتخرب وبتكسر وبتتجاوز دي لازم تتحاسب محاسبه القانون، مفيش بقى تجاوزات وطبطبه ودلع عليهم، لا دي انت لازم شايف مع الباقي الملتزم لازم الحوار في مجموعه يعني نفسها تحضر بس حاسه ان هو مثلا ايه في ظلم مثلا ممنوعين من الدخول، دي اللي تحاوروا معاها عشان تقدر تستفيد منهم تمام. ما تسيبش انت المجموعه دي للي هي الثانيه، المجموعه المنتفعين تسيطر على المجموعه المحترمه. صح استاذ احمد، المسؤوليه مشتركه، لعيبه مجالس ادارات واداره تنفيذيه، في لعيبه لهم اتصالات بمجموعه الالتراس باعضاء كتيره منهم، في مجالس ادارات على اتصال وبيتم توجيههم، في لعيبه بتوجههم ان هم يشتموا لعيبه تانية في الملعب، في اتصالات، وانا زي ما ايهاب قال سافروا اكتر من مره بره وحصلت مشاكل بره في بعض الدول الافريقيه، لما كنا في سيو سبورت في كوت ديفوار
عملوا مشكله كبيره في الملعب هناك وكانت تؤدي لازمه كبيره هناك اياميه. عايز اقول بيتم توجيههم لصالح ناس معينه. هل الناس دي طبقات الارترز مش معروفه من زمان؟ ما تاخدوش ليه من زمان؟ ما تمش محاسبتهم ليه وعقابهم ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي تم جابوا ام امبارح من بيوتهم؟ من زمان من زمان معروفين. لا ما في بلاغه اتقدمت قبل كده ايام اقتحام اتحاد الكوره اتقدم بلاغات وكانوا معروفين ومحدش سال فيهم. ليه ما جابوش؟ ليه ما حصلش حوار مع الناس دي من زمان مش من دلوقتي؟ ليه الازمه تفاقمت دلوقتي؟ ليه سايبينهم؟ معروفين بالاسم ومعروفين هم فين وساكنين فين وبيشتغلوا ايه؟ وما زال حتى الان في اتصالات ما بين الناس دي والناس دي. الفئه الالتراس دي او رابطه الالتراس دي فئه معدوده من جماهير الاهلي لهم مصالح خاصه وعايزين يمشوا الدنيا على مزاجهم. ما ينفعش، مش ده جمهور الاهلي الحقيقي. من ساعه ما ظهرت رابطه الالتراس ظهرت المشاكل، منع الجماهير من حضور الملاعب، ظهرت مشاكل للاهلي في كل ماتش. الاهلي خسرته قد ايه في كل ماتش؟ الحل